السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو تكونوا مهنيين وبصحه جيده. هذاك هو ليسونسييل. كما راكم تشوفوا خياتي، جبت لكم اليوم غاطو تاع قهوه حليب بامتياز. غاطو سهل وخفيف وبنت وبنا وما فيهش مقادير بزاف كالعاده، اقتصادي ما فيهش تكلفه. وكي تحد الوقت تاع البرد، راهو البرد والبرد يوكل يوكل صافي، هذا واش يسلك غير هذه، يعني احسن من الكرواسون، احسن من البتيبان، بدلو شويه. هذه هي، ندوزو على بركه الله في الطريقه والمقادير، وتبعوا معايا الفيديو للاخر خياتي، وما تنساونيش بالجام والاشتراك هكا باش الفائده تعم الجميع. ندوزو على بركه الله في الطريقه والمقادير. واش عندنا في المقادير ديالو؟ يعني ماهوش مكلف، المقادير ديالو موجوده في كل بيت. كاس زيت، كاس سكر، نص كاس حليب، جوج حبات ولاد الدجاج، ولا فاني لا ليفور، وزوج مغارف نتاع عسل. واستعملت هذا المول هذايا اللي راكم تشوفوا فيه مدور، لي جي تروازيام، باسكو ماشي مكتوبين فيهم شحال القطر ديالو. لي جي تروازيام في السيري كومبلي فيه واقيلا 10 ولا شحال، هذا تروازيام. كما راكو تشوفو ما نستعملو ني باتور ني خلاط كهربائي ني يديك ني جيبك، نديرو غير بيدنا برك هكا. درت جوج حبات بيض فقستهم، درت فوقهم الكاس تاع تاع السكر. انا كي نبدا ندير في المونتاج يتلفولي الكلمات ربي يكون في العون، ربي المستعان. كما راكو تشوفو غير بالفوي برك حتى تبدل لونو. باش تنجح لكم هاد الوصفه لازم تتاكدوا باللي السكر داب داب، تخلطوه مليح حتى يذوب، يعني كي نضيفولو الحليب هذا كيزيد يذوب لنا. كيما راكو تشوفو غير بالفوي نضربوهم مليح مليح، ونضيفو كل حاجه بالعقل هكا باش تجينا لاباس تاعنا هشيشه وخفيفه. يعني هاد الكاطو هذا تاع قهوه حليب بامتياز، يعني المحبين القهوه حليب. وهذاك هو مع البرد هذا واش يسلك. كيما شفتو ضفنا الزيت بالتدريج، وضفنا الحليب الثاني، تنضيفوا الحليب على دو فوا ولا تخوا فوا هكذا، ونقعدوا نخلطوا غير بالعقل حتى يذوب لنا كامل الحليب. السكر واللي حبت بالميزان، درت 150 غرام تاع سكر، 150 غرام تاع زيت، ورب قريب نص، يعني قريب النص تاع حليب. ضفت لها زوج مغارف تاع العسل، ونضيف لها المغرف تاع لافاني، ونخلط. واللي عندها لوزاس تاع تشينا دير لها، واللي عندها لوزاس تاع القارص دير لها، يعني زيد لها النكهه ديالها تجي بزاف بنينه. هاكا نبداو نضيفوا الفرينه، قعدت غير بالفوي حتى بدات تتقال العجينه. واسيتها نحيت الفوي. كما دائما نقول لكم، الفرينه الاولانيه دائما نديروا الكاس الاولاني، من بعد لا ليفور نديروها مع الكاس الدوزيام، ما نديروهاش مع الكاس الاولاني تاع الفرينه هكذا، باش تخدم خدمتها مليح. ونخلطوا العجينه ديالنا حتى تتكون العجينه، العجينه تجي خفيفه، ماذا بكم خلوها خفيفه ما تيبسوهاش. كيما راكم تشوفوا هاي ليك جاتني شويه تتلاصق، نفرش لها الفرينه، نرش لها الفرينه، ولا ديروا لها ساشي، ولا اللي عندها ساشي دير لها ساشي بابي كويسون. انا هنايا درت لها الفرينه، ونقعدو نحلو فيها برك، ما نحلوهاش في الرقيق، نحلوها موايا، يعني كيما تاع الطابع، نحلوها على القدر تاع الطابع. هاي لك العجينه، العجينه يعني سهله، ما تعبش في الخدمه ديالها. بعدها نجو نطبعو بهذا الطابع المدور هكذا، نديرو من الجهه اللي تكون مسننه. يعني حلوة سهلة وتخرج لنا ما شاء الله تليق لدار العائلة، اللي عندهم العائلة اللي عندهم بزاف الغاشي في الدار تاني تليق لهم، تنقص لهم شوية مصروف. هكذا نقسموها كامل، نقطعوها كامل بهذاك المول مدور. بعدها نجيب هاد الكوبات هادية تاع الخضرات تاع زروديه تاع البطاطا اللي نقطعو بها، هادي مسننه تانيت. الكوبات هادي نقسموها الحبه على زوج، والعجينه تاعنا يستحسن ما نعجنوهاش كيما شتوني هكذا، قطويوها برك وعاودوا ديروها في ساشي، ما تخلوهاش تنشف لكم. و
حطوها تريح ما بيت تكملوا خدمتكم كيما شوفوا لها كيفاش قسمتها. ندير الحبة على زوج، نكون موجدة سنيوة، فرشت لها بابي كويسون هكذا، ونقسم كامل الحبات ديالي كامل كيما راكو تشوفوا على زوج هايليك، نقسمهم على زوج هكذا، يجي الشكل تاعها بزاف شباب. يعني في وقفات كملوها، بعدها نجيب صفار تاع البيض وندير له شويه نسكافيه قهوه سريعه الذوبان، ونخلطوها مليح، نكتروا شويه القهوه هكا باش يجي يخرج لنا الوجه تاعها حمامر. نخلطوها مليح حتى تذوب شويه مع داك البيض الاصفر تاع البيض، ونبداو بالبانسو نمسحوا لها كامل الوجه ديالها. تقدروا تستعملوا الحبه تاع البيض اللي دير لا كونتيتي بزاف، تقدر تستعمل الحبه تاع البيض كامل. انا هنا استعملت الاصفر برك. هكذا نجوزوا كامل الحبات تاعنا، نمسحوا لها كامل الوجه تاعهم. كما راهو موضح في الفيديو كامل، نجوزوا عليهم كامل بالبانسو. والفرن كنت سخنته من قبل، قبل ما نبداو الكاطو دائما نشعلوا الفرن هو الاولاني، ومن بعد نبداو في الخدمه ديالنا هكا باش. وهنايا شوفوا جيبوا حاجه هكا وقطعوا بها، انا هنا ما ساعدنيش الحال بهادي. دوك نروح نجيب الموس، هنا ما يساعدنيش الحال بها باسكو راهي كبيره ماهي صغيره. شوفوا نقطعوها على هذا الشكل هكذا، ما نقطعوش شغل نطراسي وبرك. هكذا بالموت جاتني الخدمه سهله، هكذا نطراسيوها من الفوق برك، ما نقطعوش العجينه على ما نقطعوهاش حتى لتحت، نطراسيو برك من الفوق باش يجينا هذاك الشكل ديالها المبرج. بهالطريقه حتى نكملوا كامل الحبات ديالنا. وكي نشوفوها ما تطراسيش مليح نمسحوا الموس تاعنا، ديك لابوينت تاع الموس نمسحوها بالبابيي، ونعاودوا نطراسيوها كامل بهالطريقه. وهاي لك الطياب تاعها كيفاش يكون، تجي محمره، تجي بزاف شابه وخفيفه. تاني هذا واش يليق لنا في هذا البرد وقهوه حليب، وهذا واش يليق في هذا الوقت. يعني في وقفه نديروها تسلك سهله وما فيهاش مقادير بزاف واقتصاديه. وهذه هي خياتي، نقول لكم عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالجيم والاشتراك. فيديو الجاي ان شاء الله، نبقيكم بسلامه، سلام.